بكم مشاهدي قناة أنفاس. اليوم غنتكلموا على ظاهرة شعبانة. شعبانة هي ليلة احتفالية تقليدية مغربية بامتياز، ذات طقوس كتختلف من منطقة إلى أخرى، وهي عبارة عن لحظة من الفرح والتسامح والروحانية المتقاسمة، كما أنها تعتبر فرصة لإحياء سلسلة من التقاليد المغربية العتيقة. الله، انا نعرفكم على التقاليد ديال شعبانه، ديال كما كانوا كيديروها والدينا. ودابا في زمان شعبانه ديال الناس القدام ديال والدينا وجدودنا، كانوا جيران باش كيساليو، بعدا كيكونوا كيصبغوا باب ديورهم باش كيتهيئوا رمضان. كنشوفهم كيجيروا بيبان الديور، كما كيخليو ما كيديروا، كيتعاونوا بعضياتهم، كلشي كيجير لهذا، واحد كيجير لهذا، وكيمشيو للحمام جماعه، ومني كيجيو كيتهيئوا باش يديروا شعبانه. شعبانه اش كيديروا؟ بحال دابا كاينين 10 ديور، كل وحده اش كتجيب معاها، كل وحده كدير شكل ديال الحلوه. بحال دابا هادي كدير الفقاسه، دير الكعاب هادي، وكيجيبوهم، ومن بعد كيجيبو معاهم دوك كانوا كيقولوا اما الهواريات ولا المنشدات. هي اكثريه كيجيبوا المنشدات وكيبداو يغنيو بذكر الله، لان كيتهيئوا رمضان. داك التعب كله اللي كان داز عليهم في شعبان، مع تينقيو الصفوف وتيكونوا صايبوا الزميطه بلديه وصايبوا الشباكيه، تيتهيئوا لشهر رمضان المبارك. وهذيك باش كيديروا ديك الجلسه تيقولوا شعبانه، وكيجيبوا النقاشه اللي كتحني ليهم، وكيكونوا بعضياتهم هكا واحد النشاط وواحد الجو عائلي. لان شعبانه ديال زمان ماشي بحال ديال دابا، دابا كيسميوها هما الكالا، لان كيديروا الفلوس وسميتو والتريطوغ اللي كيتكلف تما. زمان لا، كل واحد اللي على قد جهدو على قد جيبو كيبدا يجيب الماكله اللي عنده، كي هذا كيصايب حلوه، ومن بعد كيديروا ديك 20 درهم لواحد كيديروا بها الماكله باش يتعشاو. هذه هي شعبانه اللي كانت زمان. مشاهدينا، الان كتواجد معنا سعاد العلوي. سعاد هي فنانه في النقش بالحناء، شغلت مع العديد من النجوم وشاركت في العديد من المهرجانات داخل الوطن وخارج الوطن. سعاد، اليوم بغيناك تدوي لنا على الطقوس ديال ليله شعبانه، يعني سواء في مدينه سلا او في المدن المغربيه كامله. بالنسبة لهاد الشهر هذا، عواشر مبروكة أولا، وثانيا بغيت نقول لكم بأن شعبانة كتكون في من بعد ما كتدوز المرأة الأشغال ديال البيت ديالها والتحضيرات اللي كتوجد لسيدنا رمضان الله يجيبه بالصحة والعافية، كتعطي وقت لراسها. وكتختلف الطقوس ديال شعبانة من بيت لبيت بحكم أننا المغرب بلد متنوعة فيه الثقافات. بالنسبة للنساء اللي كتنقش في هاد الليلة يعني ديال شعبان، واش ضروري أنها خاصة توفر فيها شروط معينة أو ممكن أي وحدة أنها تنقش؟ بالنسبه لزمان كانوا كيقولوا للمراه اللي كتحني مني كتسالي نفسانيا كتهيئ راسها لاستقبال ديال الاعباء رمضان، التعب اللي كيكون ملاحق داك الصيام والقيام من غير الاعباء ديال البيت، كتوجد راسها نفسانيا كتحني تعطي وقيت راسها. ولكن دابا حاليا كنلقاو بانه جميع الفئات ديال الاعمار، من شابات، دراري صغار، امهات، زعما كيكونوا كلهم باغين يديروا الفال ديال الحنة في شعبان باش يستقبلوا سيدنا رمضان. وبالنسبة لهذه السنة واش كاين يعني شي أشكال جديدة؟ أكيد دائما كاين الجديد في الحنة. كتلقاي الحنة ديالنا الطبيعية اللي كتكون مخلطة بالخلطة الطبيعية ديالها من غير مواد إضافية ديال المواد الكيميائية، وكاينة الحنة البديلة مثلا بحال هذا النوع، هذا الحنة هندي ماشي ديالنا. وكاين حتى اللي ما كتبغيش الحنة كدير واحد الشكل ديال الحنة بيضاء، المهم كدير الفال ولو انها ما تتبقاش ليها في يديها، كتسمى دارت الفال ديال شعبان. نعم. ندوش على الشهرة لالا سعاد. مرحبا.
انت ما شاء الله يعني الاسم ديالك معروف في العالم ديال النقش بالحناء، غير هو يعني اللي كنلاحظ هو انني من نهار تلاقيتك هو انني ما لاحظتش يعني شي تغيير، مع انهم جاوا الناس من موراك وتعرفوا يعني تغير حالهم وتحسنت الظروف ديالهم الماديه، شنو سبب هذا الثبات اللي عندك؟ ماشي قضية ثبات، وإنما أنا النوع اللي الحمد لله اللهم لك الحمد ما خصني تاخير بخير، بالعكس أنا كان ولو أنه مثلا كاين شي حوايج ما يمكنلكش تقاسميهم مع الناس في حياتك الخاصة، ولكن بالنسبة لحنا وخدمتي دائما كاين الجديد والحمد لله ما خص خير. بالنسبة لي أنا كنقول الله يخلي نفس بغتنا، ولو توصلي فين ما وصلتي بالشهرة كاين مبادئ كاين أخلاق، ما يمكنلكش تبدلتي شهرة غادي تشهري وتلاقي مع ناس مشهورين صافي ما تبقايش تشوفي في اللي حداك. انا كنحكم على راسي انني ولو ما عرفتش فين توصلي كتبقى حياتي الخاصه بوحديها مع الناس اللي كنعرف، سواء معروفه على برا ولا معروفه في الداخل. انا دائما زعما الشهره ولو انني معروفه ما كتاثرش عليا، هذا هو الفرق يمكن اللي لاحظتي. وعاد شكرا لك بزاف على الحضور ديالك معنا، وكنتمنوا لك ان شاء الله مسيره موفقه والمزيد من النجاح والتالق، وبغينا شي كلمه بهذه المناسبه. بغيت نقول لكم شكرا على الزيارة ديالكم والاهتمام ديالكم بهاد الطقوس ديال شعبان، واللي كتقربوا الناس جميع الفئات من الطقوس ديالنا. وبغيت نقول لكم عواشر مبروكة، الله يدخلها لكم بالصحة والعافية وبكل ما تمنيتوا يا رب العالمين. مشاهدينا الان غادي نمروا لطقس اخر من الطقوس اللي كتكون حاضره معنا في هذه الليله من شعبان، هو فن لا يستغنى عليه في المناسبات المغربيه وهو فن عساوة. مشاهدينا الان كيتواجد معنا مولاي الحسن العلوي مقدم طائفه عساويه بالمدينه العتيقه الرباط. مرحبا بك مولاي الحسن. الله يكبر بك لاله حليمه، تحيه لك وتحيه للطاقم التقني ديالكم وتحيه للجمهور المغربي. اني بهذه المناسبه كنقول لهم عواشركم مبروكه بالصحه والسلامه. مولاي الحسن انت ما شاء الله باقي شاب صغير وعندك مسيره مهنيه طويله تبارك الله في هذا المجال، يعني انت بديتي وشكون اللي خلاك تختار هذا الطريق؟ كما كنقول انا كبرت في عائله فنيه من الاب ديالي والعم ديالي والعائله بصفه عامه، في الطريقه كيديروا الطريقه التيجانيه المديح والسمع، والاب عنده طريق يعني اصدقاء ديالو في الطريقه العيساويه الاصيل. وكما قلت انا كبر في المدينه العتيقه القديمه ديال الرباط اللي هي عامره تبارك الله بالاولياء الصلاح ديالنا، تيكونوا فيها في يعني في المواسم اللي هو الميلود شهر عاشور شهر شعبان او لا سيدنا رمضان، تيكونوا الليالي وكيكونوا المواسم اللي كيكونوا فيهم الليله ديال المديح الليله ديال العيساوه الليله ديال الملحون الليله ديال الحماشه. وحنا يعني كنتواجدوا حنا صغار بدينا كبرنا فيه، اذا انا بديت باش هذا دخلت لي وانا صغير، ولكن باش تاسست الطائفه ديال النجوم الفن العيساوي الاصيل اللي كانت راسها انا في 2001 2002، وانا خلاص من كانت في عمري واحد الخمس سنين ست سنين وانا كنحضر في هذه الليالي مع الاب ديالي، ومن هنا تسلب يعني تسلبنا بهذا الفن بهذه الطريقه بهذه الطريقه الصوفيه الروحانيه. نعم شاركتوا في العديد من المناسبات المغربية كالأعراس العقيقة الختان إلى آخره، اليوم بغيناك تدوي لنا على ليلة شعبانة، كيفاش كتكون الطريقة ديال العمل ديالكم فيها؟ واش كيكونوا فيها استعدادات خاصة أو بحالها بحال سائر المناسبات؟
ليلة الشعبانة كتكون ليلة خاصة كبحالة كبحال ليلة المولد كبحال ليلة العاشر، هادو مواسم كنسميهم. الأعراس والعقيقات ويعني الفرح بصفة عامة، يعني هذا عنده طقوس ديالو خاصة، ما يمكنلكش تدخل فيهم بعض، حيت أصلا الطريقة العيساوة يعني عيساوية كلها يعني كلها ربانية كلها روحانية. دابا تضافوا شي حويجات اللي هما جداد ولا دخلوا عليهم شي مقاطع اللي هي ديال واخدين من الفل القناوي، خداو من الفل الجلالي، هذا اللي هما تسلطوا على هذه الطريقه اللي هي ماشي في الاصل ديالها، يعني ماشي الاصل ما عندها علاقه بعيسى، ولكن دابا مع هذا الجيل ديال دابا وهذا الشيء اللي ولا جديد دابا تبارك الله الدنيا تخلطات ولاو كيدخلوا. اذا كاينه الخدمه ديال الافراح بوحدها اللي هي كلها نشاط، خاصك تكون نشاط، ما يمكنش الناس جايين يفرحوا ودير لهم الخدمه ديال ليله الجدبه او هذا تصدق يعني فاست اليوم النهار ديالهم. والخدمه ديال شعبانه خصوصا عند الطقوس ديال لانك اللي تيكون فيها الذكر اللي فيه الصلاه على الحبيب اللي فيها على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ما كنديروش في بعض يعني محلات كيتسموا محلات بحال داك تروح هذا القناوي تروح ديال الجلالي، كاين شي بعض يعني مقاطع اللي ما خاصهمش يكونوا، حيت لانه الشهر شعبان يعني كنستعدوا لسيدنا رمضان، يعني على الاقل نحترموا هذا الشهر ونديروا واحد الامسيه او ليله عيساويه تكون روحانيه فيها الذكر فيها قراءه القران فيها الذكر الرباني يكون روحاني رباني، وما نحاولوش نشركوا ما ندخلوش شي في شي كما كنقولوا. مولاي الحسن شكرا لك على الحضور ديالك معنا، وكنتمنوا لك ان شاء الله مسيره موفقه، ولكن قبل ما نودعوك بغيناك تقدم للمشاهدين شي حاجه في هذه المناسبه. وبالنسبه شكرا لكم انتم اللي جيتوا وشرفتونا والشرف لينا كبير، وتحيه للجمهور ومن عند خوكم مولاي الحسن العلوي، وكيعرفوني وكنعرفهم الناس اللي كيتبعونا، حنا ديما في الأصالة وديما في الطبع ديالنا. وشكرا لكم بزاف على المتابعة والاهتمام ديالكم لينا، وعواشركم مبروكة، وتحية للطاقم التقني كله، تحية للشعب المغربي، والله ينصر سيدنا والله يشافيه ان شاء الله ويردوا لنا بصحه والسلامه ان شاء الله بحول الله. امين. مشاهدينا من بعد ما تعرفنا على الطقوس اللي كتمر فيهم ليله شعبانه، الان غنتعرفوا على راي الدين فيما يخص هذه الاحتفاليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. آمنت بالله وحده، صدق الله مولانا العظيم. قلت لك هنا احنا عندنا الناس دابا في المغرب كاين واحد الطقوس واحد الطقوس تيديروها المغاربه بزاف، من عيساوه قناوه داكشي. بالنسبه انا نشرح كل حاجه بوحديتها. بالنسبه لعيساوه، عيساوه تيقول لك كله كلام الله، كاين الدليل كاين كلشي، مع العلم ان الدليل كله هو القران، فهمت؟ ولكن ملي كان كاين شي كلمات كيتقالوا في وسط ديال عيساوه تا هما بعاد كل البعد على الدين،
كيجبدوا شي وحدين سيد تيقول لك معنا تحضر يا الهي شي واحد سميه فهمتي كاين شي اسامي ما كانوش يذكروهم فهمتي كيفاش هاد في هذه مرحله بالنسبه لشعبانه شعبانه كاين كل واحد والنيه ديالو كي داير كاين اللي كيبغي يديرها باش حتى المولف كيديرها كل عام هذا واحد فهمتي هذا دارك هذا كل الناس يعرفوا ان راه داك الناس كل عام كيديروا شعبانه ولكن شعبانه الوقيته اللي كيدخل فيها الذبح وداك الشيء ديال الاولياء وداك الشيء اللي خصني نذبح باش ندير هكذا هي زعما في الدين ديالنا حنا حرام حرام زعما بنادم خصو يكون شي شويه باش يرد باله من القضيه لانها صعيبه فهمتي فاش كتولي داخل مع الله بشي حوايج قالك يحسبونه هين وهو عند الله عظيم شي حوايج حنا كنديروهم ولكن ما كترد لهمش البال ولكن بالحق راه فهمتي من الاحسن بنادم يتغاضى على هذا الشيء هذا لان خير ما كاين هو كلام الله هو امداح نبويه امداح نبويه السيره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش هو ربانا وكيفاش هكذا اما القضيه ديال الشعب انا كما قلت لك اختي من الاحسن الا كان بناتهم غادي يدير بها شي حاجه اللي كتضر اي واحد من الاحسن يحيدها فهمتي ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يعفو على كل شيء كل اللي عنده شي حاجه في النيه ديالو ربي سبحانه وتعالى يعطيها له لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وعلى كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد ما في علم الله العلي العظيم وفضائله والرضا عن صحابك يا سيدي يا رسول الله اللهم يا ودود يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا فعال لما يريد اللهم يا ودود اللهم بلغ مقاصدنا ويسر أمورنا وأمور المسلمين اللهم من كان له حاجة في هذه الساعة المباركة أن يقضي أن تقضى له فالله سبحانه وتعالى يسر للجميع إن شاء الله بما فيه الخير وبالنسبة للناس اللي مراد وشكرا اللهم يا رب يا ودود يفعل لما يريد اللهم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين قد تظل شعبانة في ذاكرة البعض متعلقة بالجن والسحر والعرافات وفي ذاكرة البعض الآخر لها علاقة بالسلم والروحانيات وفي ذاكرة الآخرين تحررا من جميع القيود لكنها تظل موروثا ثقافيا يتوارثه المغاربة من جيل إلى آخر.